السلام عليكم. الله وبركاته. دلوقتي مع بعض مع برنامج سيميلات، برنامج لذيذ جدا بالذات في شغل الفي ار. طيب انا دلوقتي عايز اعمل سيلكت لاي عنصر، فبضغط عليه بالشكل دوت، وهتلاقي هنا حدد الحاجه اللي انا عايزها. فممكن تيجي تقول له انا عايز ديت وديت ودي، هتدوس كنترول لو انت عايز اكتر من عنصر بالشكل دوت. فدي بتساعدني جدا على التحديد. خلينا مثلا عملنا سيلكت على هنا، فممكن اقول له تيبل كلها، او اقول له ان انا عايز الجزء اللي جواه البولي سيرفيس، بحيث ممكن تكون انت عايز تعدل جزء منه مش في كل التيبل. وتقدر تقول له انا عايز اعمل مثلا امر موف، فبيجيب لك دي تقدر تتحرك بسهوله اهوت. ولو جيت هنا في شاشه مختفيه هتلاقي اسمها بروبرتيز، تقدر تقول له انا عايز احرك سواء موف او روتيت في الاكس والواي والزد. ده كده المحور الزد اللي هو الازرق وانت بتلف حواليه. عندي البيفوت اللي هي النقطة الأساسية اللي هي كانت موجودة ديت، دي انت تقدر تتحكم فيها تبقى فوق الشكل او تحت الشكل زي ما انت عايز، اللي هي النقطة دي تقدر تعملها روتيت هي نفسها، او تتحدد هي هتبقى موجودة فين، بحيث مثلا ممكن تخليها تلف من نقطة معينة. لو جيت هنا موف هتلاقي فيه ان انت تعمل سيلكت نان، يبقى انت كده مش محدد حاجه خالص، او تقول له انا ابدا في موضوع الترانسفورم، تظهر لك الترانسفورم. تقدر تغير الماتيريال، لو في اي ماتيريال تقدر تعمل بامب ليها، تعمل نورمال زي ما انت عايز، اوبيسيتي، تقدر تغير كل الخصائص بتاعه الماتيريال. والماتيريال الموجوده من هنا برضو تقدر تسحب وتحط الماتيريال اللي انت عايزها. التكتشر تقدر تختار صورة معينة مثلا هتبدأ ان انت تشتغل عليها. وممكن برضو هنا من السيم براوزر تيجي على التيبل مثلا تقول له انا عايز اعمل ترانسفورم تو اوبجكت او تو جراوند. ممكن تقول له الاوبجكت عايز يخفيه مثلا او هايد او فريز. او ممكن تعمل له ديليت، او ممكن تعمل له كوبي. يبقى انت كده عندك نسختين وتقدر ان انت تنقله زي ما انت عايز بالشكل دوت. كده عندنا مكتبين مش مكتب واحد. ممكن اختار التيبل ديت، ومن هنا هقول له ان انا عايز اعمل ترانسفورم، وتبدا ان انت تختار موضوع النقل، وتقدر ان انت تعمل كوبي لو حابب، او تقفلها بحيث ان محدش يقدر يحركها بعد كده. ممكن تقول له انا عايز اعمل لها ترانسفورم تو اوبجكت، وتختار الاوبجكت المعين فهو يتنقل للمكان اللي انت عايزه. طيب دلوقتي انا عامل سيلكت على عنصر، بيظهر لي هنا سهمين. السهمين دول خاص بمكاني هنا في المتصفح البراوزر، تقدر تطلع العناصر اللي انت عايزها. اخترت كده عنصر تاني بالشكل ده. طيب انا اخترت التيبل هنا، وهاجي هنا الاقي ان ده الماتيريال. تقدر تختار برضو ماتيريال من هنا، عندك ميتال، عندك ممكن جلاسز، هتلاقي الشكل بتاعه اختلف بالشكل ده. خدت ماتيريال الزجاج،